والقوات البحرية استقبلتهم بحرس الشرف. وقدمت الموسيقات العسكرية ليهم أروع المعزوفات الوطنية وأجمل العروض وشاركوهم الفرحة. زادت الفرحة بزيارتهم لهنجر الغواصات، وعلى واحدة من الغواصات رفعوا علم جمهورية مصر العربية. والرحلة اكتملت في يخت المحروسة. وعلى الرصيف الحربي شارك أبطالنا القادرون باختلاف رجال القوات الخاصة البحرية الأنشطة والبيانات العملية. وأطلقت الصافرات ترحيبا بيهم على متن حاملة المروحيات. وعلى اللانشات البحرية اختتموا الزيارة في ميناء اسكندرية. جميل جدا جدا جدا، والصراحه انا مش عارفه اعبر شعوري. انا فرحان جدا وبجد انا مش عايزه امشي. شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا للقوات البحريه، شكرا للقوات المسلحه. وهيفضل ويستمر عطاء الدوله المصريه في الاهتمام بابطالنا القادرون باختلاف.